معايا زميلتي العزيزة والحبيبة واللي بجد بجد قريبة على قلبي قوي قوي، زميلتي العزيزة زينب واصل، مقدمة برنامج الحياة كفاح. برحب بيكي زينب. ألو، السلام عليكم. ازاي؟ وحشتيني أوي 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 أوي، وانتي وحشتيني والله جدا جدا وحشتيني جدا والله يا بجد. زينب. بجد ما تعرفيش قد شفتك النهارده دلوقتي على الشاشة، أنا فرحت قد إيه، حتى رنيت على أنا تليفونك وحشني بقول وحشني لك اللقب الجميلة بتاعي، اللي بس كنت اللي عليها. بتقولهولي يعني انه أنا بس وحشني بقول لك وحشني يا لقب. حبيبتي ودايما منوره الصحه والجمال وضيفك منور الدكتور العظيم كمان، انا بشكره جدا على فكره وسلمني عليك كتير، الله وكل يسلمك، سنه وحضرتك طيب يا دكتور. كل سنه وحضرتك وبجد طيبه. انا فرحانه اني شفتك النهارده تاني على القناه بتاعتنا الجميله، القناه اللي فعلا كلنا اتعرفنا ايوه من شفتي عليها انت قلتي وكلنا ايه؟ بنتشرف بيها. شفتي انت قلتي ايه؟ القناه بجد بتاعتنا والله الجميله. شفتي بقى؟ انا عرفتي بقى ان بشكر الصحه والجمال منوره بتلم الدكتور كل الناس كمان، الحلوه؟ بشكرهم. نعم عرفتي ان قناة الصحة والجمال بتلم الناس الحلوة؟ اديكي قلتي القناة طبعا الجميلة طبعا، بتاعتنا. يا هدير، ما قلت انت فراولات الصحه والجمال وبنبلات الصحه والجمال كمان. يا روح قلبي ميرسي. شكرا لا زينب بجد والله بجد. والله والله بجد، كل سنه وانت طيبه انت واولادك، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين، وانت بألف صحه وانا وسلامه يا سعيده على حبيبتي والله. مخرجنا الجميل استاذ وليد، وعلى كل الكنترول، وعلى استاذ محمد الشاهد واستاذ ناصر الشاهد، كلهم وحشوني جدا والله، وان شاء احنا الله كلنا تعيشوا كنا سعاده تاني. مفتقدينهم والله، كلنا كنا مفتقدينهم والله. بجد والله، لا الصحه والجمال احنا كلنا فريق واحد، كلنا عيله طبعا واحده، يعني احنا طبعا مش رايحين نشتغل، احنا اكننا داخلين بيتنا بالظبط. طبعا طبعا طبعا. كل التحيه طبعا لاستاذ جمال عبد العظيم مدير البرامج، واستاذ وليد عماره مخرجنا الجميل، وكلهم شكرا ليكي حبيبه قلبي، واشكرك كل سنه وانتي طيبه.